رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان يبقى معنا لمزيد من الإيضاحات والمعلومات والتحديثات بشأن هذه الضربة في محيط دمشق. تحية طيبة، صباح الخير سيد رامي، أهلا بك مرة جديدة على شاشة الحدث. هل خرجت المزيد من المعلومات وتكشفت المزيد من الحقائق في ما يخص هذه الضربة اليوم؟ نعم، صباح الخير. طبعا الضربات الثلاثة هي لحزب الله اللبناني أو للسلاح حزب الله والسلاح الإيراني. الضربة اللي تحدثت عنها جنوب دمشق وجنوب شرق دمشق على بعد بضعة كيلومترات من مطار دمشق الدولي، استهدفت شحنة أسلحة، وأيضا في محيط القصبة استهدف مستودع. أن الاستهدافات هي لسلاح حزب الله الذي قد يكون دخل عبر مطار دمشق الدولي أمس أو أمس الأول، ولكن في النهاية هو خزن بشكل يعني مؤخرا في تلك المناطق، ولم يكن سلاح قديم مخزن في تلك المناطق. أي أن هناك رقابة إسرائيلية واضحة للسلاح الذي دخل إلى الأراضي السورية. سيد رامي، هي ثلاث مناطق متفرقة؟ لا، هناك القصوى منطقتين، مستودع وبطارية للدفاع الجوي، وأيضا شحنة أسلحة أو شاحنة أو مستودع على بعد بضعة كيلومترات من مطار دمشق الدولي جنوب شرق دمشق. هذه الشحنة على ما يبدو أنها دخلت مؤخرا أو أدخلت مؤخرا في تلك المنطقة، حتى أن هناك في محيط هذه المنطقة كان هناك الشاحنة استهدفت. أي أنها قد يكون داخل الشاحنة السلاح، أم السلاح هو خزن والشحنة كانت موجودة في تلك المنطقة. ولكن دعنا نقول بأن إسرائيل تراقب بشكل جيد عبر عملائها على الأرض كل تحركات السلاح الذي تابع لحزب الله، أن كل ما يدخل الأراضي السورية سواء عبر المطارات أو يصل إلى غرب سوريا من البوكمال هو مراقب من قبل الإسرائيليين، ومجرد تأكيد المعلومات يجري قصير من قبل الإسرائيليين. سيد رامي، أكد في أكثر من مناسبة أن هناك يعني خسائر بالأرواح في معلومات مؤكدة، هل عرفت جنسية القتلى؟ حتى اللحظة لا يعلم إذا ما كانوا من السوريين العاملين مع حزب الله، ولكن بشكل مؤكد هناك في الموقع الذي يبعد بضعة كيلومترات عن المطار هناك قتيلين من المجموعات العاملة ليس مع النظام، مع الإيرانيين وحزب الله اللبناني تحديدا. ونقول حزب الله اللبناني تحديدا، لذلك نريد أن نعيد ونقول بأن كل قطاع غرب سوريا وجنوب سوريا هو تابع حصرا لحزب الله وليس لميليشيات إيرانية أخرى، فقط هو منوط بحزب الله وتخفيف سلاحه، والعاملين معهم يعملون تحت أمر حزب الله اللبناني في تلك المنطقة. طيب، أيضا في حيثيات هذه الغارة، هل هي مواقع ثابتة أم أن الشحنة هي كانت في سيارة يتم شحنها من منطقة إلى أخرى؟ لا، هناك في قرب المطار هناك كانت شاحنة في الموقع الذي وصلت إليه هذه الشاحنة. هل الشاحنة هي بالفعل كان يوجد فيها سلاح محمل من المطار يعني ووصل إلى تلك المنطقة ومجرد إفراغه قصف، أم هي الشاحنة بالأساس هي كان يوجد في داخلها السلاح الذي نقل من المطار؟ لكن بالنهاية إذا ما كان حقيقة الأمر السلاح نقل من المطار، هذا يعود إلى يعني المنع الإيراني من استخدام مطار دمشق الدولي لنقل السلاح بعد تعرضه للقصف. كان هناك وعود روسية لإسرائيل بأن نعم. المطار لن يستخدم بنقل السلاح. طيب، أيضا من خلال متابعتكم الحثيثة لكل هذه التطورات في الفترة الماضية، هذه الضربات التي باتت شبه روتينية كانت الدفاعات تتصدى ويتم الإعلان عن ذلك، هل يستمر الموضوع أم بات منفلتا؟ لا، هناك تصدى الدفاع الجوي، ولكن عندما نقول تصدى الدفاع الجوي يعني إفشال الغارة. هل الغارة فشلت؟ لا، الغارة حققت أهدافها سواء قرب مطار دمشق الدولي أو في محيط منطقة القصوى. لذلك أقول يعني دعني أعلق بشكل بسيط، لماذا حتى اللحظة منذ أيام لم يصدر أي تعليق من وزارة الدفاع التابعة للنظام عن تفجير مستودعات الصواريخ سواء في غرب دمشق أو شمال دمشق؟ حتى اللحظة لم نشاهد أي تعليق على الإطلاق سواء من حزب الله أو النظام عن تفجير مستودعات الصواريخ في هذه المنطقة. ولكن الصواريخ الدفاع الجوي S-300 كانت تنطلق يعني في الفترة الماضية، هل توقف؟ كانت ولم تنطلق، S-300 لم تنطلق على الإطلاق، منطلقة S-200 فقط هي التي يسمح باستخدامها، وحتى المنظومة الإيرانية لم تفعل إطلاق الصواريخ الدفاع الجوي الإيرانية. أين هي؟ على أساس أن الدفاع الجوي الإيراني هو يخترق كل شيء، لم نشاهد بأن هناك الدفاعات الجوية الإيرانية التي جاء بها إلى سوريا تمكنت من إسقاط الصواريخ الإسرائيلية. كل الشكر لك سيد رامي على كل هذه الإيضاحات والمعلومات. حدثني من مدينة كوفنتري في بريطانيا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.